يعني من قبل ما اروح النادي حتى وانا في نادي هليوبلس وانا بلعب، لان انا انتقلت من هليوبلس للاهلي. ما هو انتقال بقى دوت ده عن جيل حضرتك، لانك ابن مصر الجديده ونادي هليوبلس، كنت بتلعب في هليوبلس وما كنتش بتفكر خالص، يعني النادي الاهلي عارف بعيد شويه عن مصر الجديده، فالتفكير جه ازاي؟ عمرك ما فكرت تبقى لعيب في النادي الاهلي؟ كابتن جوهري بقى الله يرحمه هو طبعا السبب الرئيسي. يعني انا من خلال لقاءات في بطولات الناشئين قدام هليوبلس لما بيلعب الاهلي او بيلعب الزمالك، لا كنت يعني كنت مميز جدا. كان الاهلي والزمالك يعملوا حسابي يعني رايحين يلعبوا هليوبلس، في ولد اللي في نص الملعب ده معروف يعني وبجيب اجوان برضه، يعني مثلا نخسر من الاهلي 3-2 انا اللي اجيب الجونين، نخسر من الزمالك او نكسب الزمالك انا اللي اجيب الاجوان. فكابتن محمود الجوهري بقى الله يرحمه طبعا المدرب اللي مش هيجي زيه تاني في مصر، يعني الله يرحمه، هو كان السبب الرئيسي، لان انا ما كانش في دماغي، انا ما كنتش اعرف يعني ايه كوره والاهلي وفريق اول وواحد يكمل. انا فاكر ان يعني فريق منافس زي هليوبلس، انا هروح العب واروح وقصه يعني مجرد حاجه يعني مش لغايه يعني. لما انتقلت للنادي بقى وابتديت امشي، يعني انا السنه اللي انا مشيت فيها من هليوبلس ورحت النادي كنت بتمرن، انا كنت تحت 18 سنه بس. كابتن جوهري انا بحب اعرف التفاصيل شويه، يعني انت ما كانش في دماغك كابتن جوهري ازاي كلم حضرتك ولا كلم الوالد وبعدين الوالد كلم حضرتك؟ يعني التفاصيل جالنا البيت يوم انا قاعد انا والدي الله يرحمه في البيت ولقينا الجرس بيضرب، فتحت فلقيت كابتن جوهري. هو طبعا انا برضو مش عارف هو جاي ليه، انا كنت عارف كابتن عوضين في الوقت ده لان هو كان مدرب الفرقه اللي في سني في الاهلي. أوكي. فلما كانوا بيجوا يلعبونا او احنا كنت بتشوف كابتن عوضين، فهو قال لي طبعا كابتن جوهري حاجه شخصيه جميله جدا ومحترم جدا الله يرحمه، يعني حاجه. فطبعا والدي انبسط جدا لما قعد، والدي ما كانش ليه في كوره قوي انما لما قعد مع كابتن جوهري وشاف اسلوبه وشاف اخلاقه واسلوبه في كلامه، فوالدي حتى والدي قال له خالد ما يعرفش يروح النادي، يعني هيروح ازاي؟ قال له انا هعدي عليه اخده وارجعه. وفعلا كان بيعمل كده كده ثلاث شهور كابتن جوهري كان بيعدي كابتن جوهري عنده الله يرحمه كان عنده عربيه فولكس كده لذيذه قوي، كان بيعدي عليا اروح اتمرن، وكنت بتمرن مع فرقه ال 21 سنه. انا سني 18 بس لما رحت كنت بتمرن مع فرقه ال 21 اللي كان ماسكها كابتن جوهري، كانوا مسمينا ساعتها فرقه الامل. فرقه الامل بالظبط.